رحبت الحكومة العراقية بالاتفاق الإيراني الغربي معتبرة أن الاتفاق سيسهم في استقرار المنطقة، فيما أبدى بعض السياسيين تخوفهم من عدم تضمين الاتفاق ملف الأمن في المنطقة، خاصة في وقت يخوض فيه العراق حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. من بغداد تقرير مفادنا إلى هناك محمد حميدة. تعتبر إيران أحد أكبر داعم الحكومة الحالية في بغداد، وقد أصاب الاتفاق النووي الإيراني الغربي ارتياحا باديا على المستوى الرسمي للدولة، إذ يرى البعض أن التأثيرات الإيجابية للاتفاق سوف يكون العراق أول المستفيدين منها، وربما يأتي في صالح العراق في الحرب الدائرة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في البلاد الآن. الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 سيكون لنتائجه تأثيرات إيجابية على العراق فيما يتعلق بأوضاع الأمنية والسياسية وبعلاقات الخارجية. أمنيا على الأقل كانت هناك ثنائية بين التحالف الدولي والحشد الشعبي، هذا الثنائية ستزول، والحساسية من التحالف الدولي ودوره في معركة داعش ستزول. سياسيا أكيد ستدفع بالكتل السياسية إلى مزيد من التفاهمات. الملف الأمني في المنطقة كلها سوف يطاله التأثير بعد الاتفاق الإيراني الغربي، على اعتبار أنها لاعب أساسي في دول عربية، ويقول مراقبون إن الملف الأمني في المنطقة غير واضح أنه حاز أولوية في المفاوضات التي جرت على مدى أكثر من 22 شهرا. مصالح الدول في الشرق الأوسط يجب أن يقام لها اعتبار، وأولها بالنسبة لنا العراق. احنا كعراقيين نقول كان يجب ان تبحث الناحيه الامنيه واستقرار الشرق الاوسط كجزء اساسي من هذا الاتفاق، وبالتالي العراق سيتاثر مباشره اذا استقرت الوضعيه في ايران. في تقديرنا ينعكس هذا ايجابيا على استقرار الوضع في العراق، شريطه ان يكون حكام العراق يضعون سياده العراق اولا. ويرى البعض أن المواجهات التي تتم في إطار العالم العربي تعتبر إيران جزءا منها في سوريا وفي اليمن والعراق، وهو ما أدى إلى تأزيم كبير بين إيران والعرب. لكن الاتفاق الإطاري الذي سيسمح بحرية حركة أكبر على جميع المستويات لإيران ربما يجعلها أكثر التزاما بأمن المنطقة. إيران اليوم كانت تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القرار السياسي والأمن العراقي. اليوم أنا باعتقادي وفق الاتفاقات الثانوية التي حصلت سوف تكون إيران بمعزل تام عن القرار السياسي العراقي والأمني، وسوف تذهب باتجاه ترويض الشركاء السياسيين وكذلك عدم إعطاء فرصة لطرف التغلب على طرف آخر، وسوف تنتهج نفس الفكر الذي من الممكن يكون عاملا مساعدا باستقرار المنطقة. هناك فريق يرى أن الاتفاق الإيراني الغربي قد يجنب المنطقة مزيدا من الحروب، بل وقد يمهد الطريق أمام اتفاق بين العرب وإيران، وهناك فريق آخر يرى أن هذا الاتفاق قد يفك عقال إيران في المنطقة، وأن نجاحها في استخدام سوريا واليمن والعراق كأوراق ضغط على العالم قد يدفعها إلى مزيد من أحلام التوسع. محمد حميدة، BBC، بغداد.